في الأول خالص، إيه مراحل نمو الشعر؟ مراحل نمو الشعر في ثلاث مراحل لنمو الشعر. أي حد لازم بيمر بالثلاث مراحل دول. أول حاجة مرحلة النمو أو الأناجين. مرحلة النمو المرحلة دي بتقعد من 2 لـ6 سنين. مرحلة النمو دي الشعراية بتزيد فيها بمقدار 1 سنتي كل شهر. بتبدأ من بصيلة الشعر لغاية ما تطلع من طبقة الجلد. نمو الشعر طبعا في السيدات بيبقى أكتر أو أسرع من الرجال، ده شيء طبيعي. المرحلة الثانية بقى مرحلة انتقالية بين مرحلة النمو اللي هي المرحلة الأولى ومرحلة الراحة المرحلة الثالثة. المرحلة الانتقالية دي بتقعد من 2 لـ3 أسابيع. المرحلة دي بتستعد الشعراية فيها ان هي تخش مرحلة الراحة، وبرضو بصيلات الشعر بتستعد ان هي تنمو، يعني يحصل فيها نمو الشعر الجديد. مرحلة الراحة بقى اللي هي مرحلة ثبات الشعر، الشعر بيثبت ما بيحصلوش نمو ولا حاجة، بتقعد 3 شهور. بعد الـ3 شهور الشعراية بتقع عشان شعراية جديدة تنمو من جديد. طيب معنى الكلام ده ايه؟ ان مراحل نمو الشعر في 90% من دورة الشعر دي كلها بيبقى الشعر في مرحلة نمو، 10% بس بيحصل راحة وسقوط للشعر عشان يطلع شعر جديد. ده السيستم اللي الشعر من أول ما ينمو لغاية ما ينمو شعر مكانه. حلو قوي.